السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. فيديو اليوم كما تشوفوا وصفة تاع شوفلور بطريقة بنينة تهبل بدون لحوم. طيبت الغداء لولادي وحبت نشارككم الوصفة كالعادة من وصفاتي العادية البسيطة. المرة هذه ما درتش شوفلور وحده، درته مع البطاطا. كما تعرفوا أنا دايره شحال من وصفة في قناتي ومازال عندي وصفات إن شاء الله في الأيام القادمة إذا كتب ربي نقدمها. اليوم كما قلت لكم بدون لحوم، خلطت البطاطا والشوفلور، إن شاء الله تعجبكم. كما تشوفوا هنا عندي راس صغير تاع شوفلور، جبت حبات بطاطا فقط، ما كثرتش. غسلتهم مليح، لازم تغسليهم مليح يعني، لاني انا راح نحطهم يطيبوا مع بعضهم البطاطا والشوفلور، باش البطاطا ما تطلقش التراب على الشوفلور. لازم نغسلها، غسلتها مليح قصدي، ولازم ما تقصيهاش باش ما تطلقش الماء. نحتاجو البطاطا شايحة يعني، خليها حبات. أنا ذيك الحب اللي قسمتها فقط لأنه كانت فيها بلاصة مضروبة. قطعتك الأزهار تاع الشوفلور وحطيتهم كامل مع بعضهم يطيبوا في الماء. والفكرة هذه اللي قلت لكم عليها قبل، أنه ما تجيش الريحة أبدا، ذيك الريحة اللي مش باهية في الدار ما تجيكش اصلا تاع الشوفلور كيما يعود يطيب. انك ترمي ولو قشره فقط تاع برتقال والا ليمون اللي عندك. انا حتى الليمون او ديجا كي كنا مرضى عندي القشور تاع الليمون نحطهم في الكونجيلاتور، ما نرميهمش. كي نطيب حاجه هكا ما نحبش الريحه في الدار يعني ريحتها قاويه، نحط القشره هذيك كيما هذه اللي تشوفوا فيها، راهي قشره فقط مش يعني نص حبه ليمون. هنا بعد ما طابوا هبطتهم، صفيتهم في الكسكاس. هنا وجدت الحوايج اللي نحتاجها، فارينة، بيض، حبات فرماج فقط، راح نستعمل حبات فقط، كمية تاع زيتون قليلة راح نبنن بها، توابل فلفل احمر الحلو والحار وشوية كزبر وكركم وكمية قليلة خلاص زنجبيل وفلفل اسود. ديري كمية قليلة التوابل، دائما نقولكم في الكراتة ما تكثروش باش تحافظوا على الجو تاع الخضر. وهنا هنا حبات البطاطا دوكا رمستهم. من بعد حكم داك الشوفلور طايب هذاك عصرته في قطعة قماش، تحكميه تعصريه مليح راح يخرج كمية كبيرة تاع ماء. الوصفة هذه ما مانيش حابة تخلي الماء، لازم يعني تعصري في قطعة قماش. وضفت أنا الملح، زدت طيبتهم بالملح لكن ضفت الملح لأنهم طبعا ناقصين شوية. ونربي ذوك الحبتين تاع الثوم ونبدأ نضيف التوابل وذيك الزيتون، ونضيف ثلاث فقط حبات فرماج، راح نضيف ثلاثة. كل واحد حسب الكميه اللي دارها يعني، تقيد بالكميه اللي دارها من تاع والعيله تاعو. ضفت التوابل كما قلت لكم، نضيف مغرف تاع اكل بومبي، معمره بومبي تاع شابلير، ونخلط كامل المكونات مع بعضهم. ملاحظه فقط انه الخلطه هذه تجي متماسكه عليه، لانه بالبطاطا تعرفوا البطاطا تتماسك مش كيما الشوفلور وحده. وثانيا لانه نحينا الماء من الشوفلور عصرناه. وثالثا انه حطينا الفرماج وحطينا الشوبلور، هذه الشابلير هذه كامل تساعد في انه الكريات اللي
راح تشكليها تتماسك البول هذوك. يعني تقدري ما ديريش خلاص البيض، انا راني درت حبه بيض، لكن انت تقدري تقتصدي وما ديريهاش كامل حبه البيض. هنا راني نوري لكم يعني كيفاه تجي متماسكه. في المرحله هذه تقدري يعني الفرماج ما تضيفيش في المره الاولى، تقدري تضيفيه قطع في وسط البول كي تجي تشكليهم. خلط مليح، ندخلك البيضة في المزيج. من بعد نشكلهم على شكل كريات ديبول نديرهم نرمدهم في الفارينة. من بعد نديرهم في البيض كما تشوفوا. كما تعرفوا بالطريقه هذه ما راحش يتشربوا الزيت. وكما قلت لكم في الخلطه ما تديروش البيض اصلا، ما راحش يتفتحوا معاكم. يعني اصلا كما تشوفوا راح تزيدوا ديروهم في الفارينه والبيض، يعني مستحيل يتفتحوا معاكم. وهنا راني نخدم ونحط في المقلاه، المقله حدايا راني نخدم ونقلي. هنا راني ما زدتنيش بيضه واحده، زدت كملت البيضه الاخرى، كملت منها شويه ديجا وقعد لي النص. بعد ما كملت تقليتهم جبت لاصوص هذيك اللي خدمتها. هنا كميه لاصوص تقدري تحكمي فيها، ديري كميه اكبر ولا ديري كميه قليله كما درت انا، كما تحبي. لاصوص وشي هي انه قليت حبه بصل ربيتها وضفت لها الطماطم المصبره، والا ضيفي لها طماطم حب ترحيها يعني، و قليهم مليح في الزيت. من بعد ضيفي لهم شويه توابل، وضيفي لهم كاس ماء يغلو شوي وتهبطيهم. ولمسه اخيره ضيفي جبن مبشور اي نوع، انا عندي الامير هذا في الفريجيدير درت هذا، نحطهم يتحمروا في الفرن.